برشا سي نور الدين الزكري كاتب الدولة للتنمية توتسويت باش يتدخل معنا بالتليفون ونطرح عليه الأسئلة ونشوفوا شنو الموضوع. سي نور الدين مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك سي نور الدين، يظهر لي كنت تبع فينا، كنت تسمع. لا والله لا، والله لا. الموضوع هو حول عمال الحظائر وضعيتهم القاسية ومطالبهم المعلقة. معنا السيدة شادية الشمطوري، هي رئيس جمعية عمال الحظائر، معنا هادية النجلاوي اللي هي عاملة حظائر من القصرين، ومعنا سي عبد الرحمن الهديلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قبل ما أنت تتدخل معنا، سمعنا الوضعية القاسية لهادية النجلاوي اللي هي تمثل الآلاف من عمال الحظائر، وقالت نتمنى لو كان فما مسؤول قدامي ونطلب منه ونسأله. ها باش تسمعها مباشرة سي نور الدين. تفضل هادية. تفضل هادية. بيت ونحب نحب نسأل مسؤول، وانت نرحب بيك، جاوبت وكلمتنا بيت وقت ذي الغلطة الإدارية، وقت تجي تخيرني انت بين الكرني الأبيض وبين الشهرية وبين الباتيند وبين الشهرية، علاش تو انسان هو في روحه محتاج وتعب، علاش تعمل لي القانون هذا في عوض ما تحسن لي وضعيتي وتعطيني حقوقي كامله؟ اعطيني حقي سيدي، مش انساس، مش نطلب، اعطيني حقي. واضح هذا. لحظه سي نور الدين، نزيدوا نلخصوا الوضعيه مع شاديه. باهي تفضل سي نور الدين. باهي نرجع لك شاديه، نرجع لك شاديه، نرجع لك. هو الحقيقه نحب نذكر انا بعجاله انه الحظائر كانوا قبل معناها 2010 في حدود 20,000. في معناها نهايه 2013 وصلوا تقريبا 79,000. الحظائر في وقت من الاوقات نتيجه من الضغوط وقع انتداب عمله الحظائر بصفه الحقيقه غير منظمه، واتضح انه فما 20,000 ما كانوش يستحقوا قبل وما كانوش موجودين وما كانوش يشتغلوا، فالعدد هذا هبط هو تقريبا 70,000 حاليا. ب 70,000 صارت عمليه تدقيق، اتضح انه فما تقريبا تو اتضح 5,000 مش 9,000، 5,400 معناها تقريب عمل حظائر، اتضح اللي هم مسجلين في منظومات اخرى. نحب نذكر انه منظومه الحظائر هي اليه تشغيل، بينما العائلات المعزه هي اليه اجتماعيه. فاتضح وجاتنا معناها بالعمليه التدقيق انه 5,400 عامل حاليا قاعدين ينتفعوا معناها بصفه ازدواجيه بالحظائر، وكذلك سواء عنده انخراط في معناها السينسات ولا معناها عنده نشاط معناها ينشط، سواء عنده باتيندا، سواء كذلك عنده كما قلنا العائلات المعزة. وفما كذلك بعض الأشخاص اللي طلبة أو معناها فات عمرهم 65 سنة. فعملية التدقيق هذه أعطتنا قائمة اسمية، القائمة الاسمية هذه بعثناها للولايات على أساس تقع عملية التدقيق. فالمنتفعين ما قدموش ما يثبت اللي هو في وضعية سليمة. فإحنا بالنسبة لنا إحنا اضطرينا أنه معناها نقص معناها نخيرهم بين آلية العائلات المعزة أو آلية الحظائر. هذا أنا الحقيقة ما نتفهم أنه بالنسبة لآلية الحظائر اللي هو كما تعرف سيت أون أمبلوا بريكير، معناها تشغيل ما هواش معناها الحقيقة يمكن معناها في وضعية معناها باهية. معناها شو حبينا نعمله؟ حبينا نحسنوا معناها من عمليه الحظائر، وان شاء الله قاعدين ندمجوا في عدد منهم حسب انا شروط، وكذلك معناها نحاول باش لانه احنا في عمليه التدقيق زاد وقع لفت انتباهنا انه هذايا سوء تصرف في المال العام، في المال العام، لانه من المفروض انت تشغل في الحظائر انسان ما عندوش مورد رزق اخر. فاتضح انه هناك بعض يمكن الحالات اللي يمكن نتراجع فيها. حاليا قاعدين نقوموا في معناها وزاره التنميه والتعاون الدولي بلقاءات يوميه مع الولايات، وقاعدين معناها نفحص في كل الحالات، ومعناها حاليا كملنا 9 ولايات ان شاء الله معناها من هنا لوسط الاسبوع القادم نكمل الولايات، لانه قاعدين في كل نهار نعملوا 3 ولايات، وان شاء الله معناها نكمل الولايات كل، وان شاء الله كل انسان عنده حق باش يواصل ينتفع بالحظائر حتى اذا كان قصدنا له نرجعوا له. سي نور الدين، سي نور الدين خاطر ما عادش، سي نور الدين كان تسمع خاطر ما عادش عندنا برشا وقت، يقول لي فما تدخل من شادي ومن سعد عبد الرحمن. انا جوست باش نقول اونتخ تون في عمليه التدقيق هذه، وانتم يعطيكم الصحه تقوموا في العمل نتاعكم يعني بالتدقيق، اونتخ تون فما ناس جيعانه، ناس في الشوارع، ناس ما عندها وين ترقد، ناس مشرده، ناس ما عندها هذا شنو اللي قاعد تقال. تفضل شاديه، يسمع فيك سي نور الدين. سي نور الدين، انا اليوم كي مشيت المجلس التأسيسي وشفت عائلات معوزة، شفت امرأة عندها زوز صغار عندهم توحد وما عندهاش تغطية اجتماعية وتتمتع بالكرني الأبيض،
الصغيرات هذوما المراه ارمله وعندها زوز صغار وباش توكلهم وتشربهم والدواء والتكاليف بعضها وهما ماهم معوزين، المعوزين هذوما اللي عندهم شريط العيد كلهم ارامل، اكثرهم ارامل واكثرهم مرضى وعندهم معاقين ومعطاتهم وعطاتهم وزاره الشؤون الاجتماعيه كارنيه تبيض وعطاتهم جرايه لعائله المعوز كان ما هما معوزين والزوز هذوما جرايات اللي تحكيوا عليهم ما يوصلوش الاجر الادنى الصناعي المنصوص عليه في 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 في, في المنشور هذا الرئاسي. دونك انا هوني ندافع عليهم هذوما. وبالنسبه اللي عنده سي نساس والغلطات اللي صارت سي نور الدين كيما المراه هذيا الكارني ماهوش باسمها والماتريكل ماهوش باسمها وقفوا لها اجرها علاش؟ لا شوف هذا توا معناها بصراحه اختي احنا كنا توانسه وكنا نشعر معناها بالوخيه للتوانسه وفما خصاصه وفما حالات سي نور الدين كنا نعرف حالات انسانيه. لكن انا نحب نقول لك انه اذا كان انسان مش يستغل ومش ينتدب في الحظائر هو الشغل. فاذا كانت تقول لي ارمله معناها في حاله معزه فهذه حاله اجتماعيه مطالبين باش نتابعوها اجتماعيا. لكن اليه الحظائر هي اليه شغل. اذا كان ارمله ومريضه وما تنتدبش ماهيش عندها حق في الانتداب يعني عملت حظائر. سامحني اختي يعني هي ما هياش عملت حظائر. احنا ما نجموش معناها نستعمل معناها الاموال اللي هي معناها في الحظائر اللي هي معناها كما قلت لك اليه شغل معناها نستعملوها لاغراض اجتماعيه. الاغراض الاجتماعيه هاي تخدم هي عم يخدم. فاحنا نجم نشوف هالحالات في اليات اخرى في معناها اعانه اجتماعيه بينما معناها انتداب عمله الحضار هو عامل يلزم يكون موجود في معناها مكان العمل ويلزم يشتغل هذا باش يتقاضى اجر. اي هو يتقاضى هما قاعدين يخدموا سي نور الدين عايش كرامه سور تيران قاعدين يخدموا. نعم هذه المراه وغيرها وغيرها اللي يخدموا عائله موزه قاعدين يخدموا راهم وهيك العائله الجيران ياخذوا فيها على كل الايتام وهيك المعاقين اللي يستغل هو عنده حق. بالنسبة للي يستغل هو عنده حق وما قصدنا اعطيوني دقيقة كان تسمح سي نور الدين وقته فيه ولكن سي عبد الرحمن لهذيلي معاك مساء الخير. أنا لكن حبيت مسألة برك نفهم أنا دائرة المحاسبات سلطة رقابية والعمل نتاعها ياخذ وقت للتدقيق في الملفات إلى آخره والإدارة تاخذ وقت. لكن اللي ما نجموش نتفاهموه أنه توقفوا الأجرة والناس ما زالت تخدم تجم أنت تقوم بالعمل نتاعك التدقيق والرقابة وإلى آخره في نفس الوقت ما تقصش هي مش أجرة هالمنحة هذه نتاع الحضارة. أما من أكتوبر لا اسمع لك تقول لي واضح اني مثلا استاذ راس الشهر اذا تقص عليه شهرين ما نجمش كمل الشهر. اما هذا هما الناس واضح على الوقت. انا قلت 30 ثانيه وخذي دقيقه من جماعه الاخبار. تفضل سي نور الدين. يعني فهمت سؤالك. اي تفضل سي نور الدين. راهو عمليه التدقيق صارت بصفه دقيقه معناها احنا عندنا معناها يا ما عندنا هذوما شرائح اجتماعيه ايش يا سي نور الدين ما نجمش نسمع منك تقول لي وقت. اللي نحب نفسره انا لا ما تنجمش تسمع سي نور الدين سامحني الناس ميته بالشر وبالجوع وتقول لي انت حتى ساعه ناخذني وقتي. واضح.